بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، أهلا وسهلا بكم في قسم الطفيليات. معكم الدكتور باسم محمد المشمشي، مدرس الطفيليات. إن شاء الله النهاردة هنكمل معاكم محاضرات الترماتودة بنظام الأوفلاين. وفي المحاضرة دي هناخد 3 عائلات. عائلة اسمها أوبوسيركيدي، ليه سميناها كده؟ لأن في واحد مهم جدا اسمه أوبوسيركس. وعائلة اسمها باراجونوميدي عشان فيها الباراجونيماس، وعيلة اسمها بروسوجونوميدي. انا عارف الاسامي رخمة سنة، بس مع التكرار هتحفظها. اوبسيركيدي، باراجونوميدي، وبروسوجونوميدي. حلو، احنا اتفقنا ان الترماتودة عبارة عن 9 عائلات. دول ال3 عائلات اللي هناخدهم، الاوبسيركيدي والباراجونوميدي والبروسوجونوميدي. احنا اخدنا العائلات اللي قبل كده، اللي قبلهم في المحاضرات اللي فاتت، يبقى كده ما عدناش الا عيلة الشيستوزوما. ان شاء الله هناخدها مع السنيل في المحاضرة الأخيرة. طيب عيلة الأوبوسيركيدي دي ليفر فلوك، الله، يعني زي الفشولة وزي الدايكروسيليوم. بس الفرق ان دي بتيجي في الفيش ايتنج مامالز، مع الناس اللي بتاكل سمك. اما الاتنين التانيين كانوا بيجوا للهيربوفورس، بيبقى ليفر فلوك بس تيجي الناس بتاكل اعشاب، يبقى يعني بتيجي الفيش ايتنج مامالز. يبقى افهم من كده ان الانسيستد ميتاسيركاريا هتبقى موجودة في السمك، وبالتالي اللي هياكل السمك هيتعدى بمين؟ بالاوبي سيركس. الاوبي سيركيدي فيها عيلتين كبار جدا، او فيها 2 جنرا، الاوبي سيركس في لاينس عشان بتيجي في القطط بس لها زونوتيك امبورتنس، ممكن تيجي للانسان، وحاجه اسمها كولونوركس سينينسيس. يبقى الاوبي سيركس في لاينس وكولونوركس سينينسيس، الاثنين دول تبع عيله الاوبي سيركيدي. يبقى الفاميلي دي بتبقى موجوده في البايل داكت، عشان كده بسميها ليفر فلوك، بس في الفيش ايتنج ايه مامالز، ولها زونوتيك امبورتنس، ممكن تتنقل للانسان، وهي الاوبي سيركس في لاينس والكولونوركس سينينسيس. هنمسك واحده واحده في العيله دي. نمسك الاوبي سيركس في لاينس، بيسموها اوبي سيركس في لاينس او اوبي سيركس تينيكولس، واكتر حته بتيجي فيها الليفر بتاع الكات، عشان كده سموها في لاينس. فقال لك الكومون نيم بتاعها الدلع، يعني اسم الدلع، هنسميها كات ليفر فلوك، هنسميها تاني كات ليفر فلوك. طب الفاينل هوست يبقى الفيش ايتنج مامالز، بما ان هي احنا اتفقنا العيله دي بتيجي من الفيش ايتنج مامالز. طب مين المامالز اللي بياكلوا فيش؟ الكات والدوج والبيج، وكمان معاهم الانسان، عشان كده بقول لك العيله دي لها زينوتيك امبورتنس. يعني ايه زينوتيك؟ يعني بتتنقل من الحيوان للانسان. طيب الانترميديت هوست لها 2 انترميديت هوست. الفيرست احنا اتفقنا ان اي ترماتودة في الدنيا لازم يكون فيها قوقع، فالفيرست لازم يكون هنا قوقع، بدل في فيرست وسكن. القوقع هنا اسمه بثانيه، بثانيه ليشي او البولنس اللي احنا عارفينه اللي خدناه قبل كده، يبقى بثانيه ليشي او البولنس، ودول فريش ووتر سنين. طب السكند انترميديت هوست ده بيبقى عباره عن سمك، ماشي، بقول عليه باربس باربس، او بيسموه بالعربي سمك البربون، بيبقى سمك محمر كده، يقول لك اسمه سمك البربون. حلو، طب موجودين فين؟ ما احنا اتفقنا ان هم ليفر فلوك، موجودين في البايل داكت، وريرلي ممكن تبقى في البنكرياتيك ايه داكت. طب هنمسكها بقى كمورفولوجي، شكلها عامل ازاي. طيب هي شيب وسايز وكلر دي ماكروسكوبيك. الشيب زي ما انت شايف كده، لانست في الشيب، يعني مدببه من فوق، بس مش مدببه من تحت زي الدايكروسيليوم، بتبقى راوندد من بوستيرور اند، يبقى اتنويتد انتيريورلي وراوند بوستيريورلي. طب هي بالملي، يعني هي تقريبا سنتي و2 ملي في الطول، فبنقول من 7 ل 12 ملي اللي هو سنتي و2 ملي، وعرضها 1.5 ل 2.5 ملي، يعني نشتغلها بالملي. لونها ريدش ريدش، يبقى لونها احمر، يبقى لونها ريدش. طيب من حيث بقى الشكل تحت الميكروسكوب اللي هنقول عليها مايكروسكوبيك مورفولوجي او مايكروسكوبيك اكزامينيشن، الكوتيكل بتاعتها زي ما انت شايف كده سموث، ما عليهاش اي حاجه. طب الاورال سكر فين؟ اهو ده الاورال سكر سراوندنج للاورال اوبن. طب فين الفنتر سكر؟ اهو في المنطقه دي، ده الفنتر سكر، يقول لك تقريبا في الخمس الاولاني، في الخمس الاولاني من الجسم، يعني لو قسمتها 5 كده هي تقريبا في الخمس الاولاني منين؟ من الجسم. طيب الاورال سكر والفنتر سكر تقريبا قد بعض، نقول عليهم نيرلي ايكوال، زي مين؟ زي اللي اخدناه قبل كده، مين؟ زي الفشوله هيباتيكا، الاورال سكر والفنتر سكر كانوا ايكوال. حلو، يبقى خدها عندك، ولسه واحده كمان هناخدها، الاورال بيبقى قد مين؟ الفنترال، يبقى الاورال قد الفنترال. حلو الكلام. طيب نيجي بقى للدايجستيف، فين الاسوفيجاس؟ اهو بيبقى لونج، وما دام لونج يبقى الفارنكس بتاعته بارشلي سراوندنج. طب فين انتستاينال سيكا؟ الخطين دول سيمبل واصلين لحد النهايه، سيمبل واصلين لحد النهايه. من كتر ما اتعودنا على شرح الديتان
ماشي، او انتوا شفتوا الديدان واحنا بنشرحها كتير، خلاص انت ممكن تبقى الدوده قدامك في الصوره انت توصفها فين انت ستايل سيكا دي، وايه سيمبل هي انبوبه واحده واصل لحد النهايه، انت معايا؟ فكل حاجه هتلاقي واضحه فين التستس اهي، فين الاوفري اهو، فين الفيتالاين جلاند على الجناب، يبقى هم دول، انتوا معايا؟ فانت لو معاك الصوره هتعرف تشرح كل حاجه، فعشان كده تحس ان المحاضرات في الاخر هتبقى اسهل من المحاضرات في الاول، لان كل حاجه في اولها بتبقى صعبه. طيب من حيث الجونتس، ما احنا اتفقنا ان كلهم كله بيبقى هيرمافروديت ما عدا الشيستوزوما، صح ولا غلط؟ يعني فيها تيستس واوفري ويوترس وفيتلاين جلاند. طيب يبقى نبدا بالجونتس، اول حاجه نبدا فيها التيستس. التيستس بص لي اهم اتنين اتنين، بيبقوا اتنين النمبر، شكلهم لوب، تحسهم مفصصين اهم، يبقى لوب. طب وضعهم بالنسبه لبعض بيبقى اوبليك، وضعهم بالنسبه للاوفر ده اهو بوستيريور، وضعهم بالنسبه للدوده كلها في البوستيريور هاف. طب فين الاوفري؟ ادي الاوفري، شكله برضه بيبقى لوبد وعدده واحد، بس وضعه بالنسبه للتستس بيبقى انتيريور، حلو كلام. ووضعه بالنسبه للدوده في بدايه التلت الاخير، يعني لو قسمتها تلات تلتات كده، تلت وتلت وتلت، هي في بدايه ايه، او في بدايه التلت الايه الاخير البوستيريور سيرت. ده مين؟ ده الاوفري. طب تعالى لليوترس، شايفين ده كله اسمه يوترس، بيبقى اليوترس كونفليوتد تبيول فيلد ويز ايج رانز انتيريور واوكيوباي سبيس ماسك سبيس اللي ما بين الاوفري لحد الكومونجيتال بور، اللي فاتح فين؟ فاتح فوق دماغ الفنترال سكر، جاست انتيريور تو فنترال سكر، يبقى ماسك من اول الاوفري لحد الفنترال سكر. فين الفيتالاين جلاند؟ النقط اللي على الجناب دي بتبقى كورس خلاص، وبتبقى كورس فوليكل، وماسكه الميدل ثيرد بتاع اللاترال فيلد اوف ذا ورم، البلس او التلت اللي في النص، الميدل ثيرد الجزء اللي في النص ده. طيب نيجي لللايف سايكل بتاعتها، بص لي كده، الادلت موجود في الليفر بتاعته او في البايل داكت بتاعته في الانسان، يعني الادلت موجوده في البايل داكت بتاعت الانسان، هتنزل ايج، حلو، الايج دي بتبقى ماتيور ولها شكل معين، هتخش جوه القوقع، او لو هي سيكشيل القوقع هو اللي ايه اللي بياكلها. جوه القوقع بقى هتعمل لي مراسيديم، وبعد كده هتعمل لي سبوروسيست، وبعد كده مفيش ريديا، الريديا هنا اوميتد ما عندهاش ريديا، يبقى من سبوروسيست دوتر سبوروسيست سيركاري، يبقى الريديا اوميتد وبتحل محلها الدوتر سبوروسيست، وبعد كده تبقى سيركاري. السيركاريا بتبقى لوفو سيركاريا زي ما نشوفها كده، لوفو سيركاس، هتطلع هتخش جوه السمكه عشان تعمل انسيستد ميتا سيركاري، يبقى القوقع هو الفيرست انترميديت هوست، السمكه هي السكند انترميديت هوست. يجي بقى الفيش ايتنج مامالز ياكلوا السمكه، تقوم السمكه زي الشطره مهضومه، ويفضل لنا مين؟ الانسيستد ميتا سيركاري، يحصل لها اكزيستيشن، وبعد كده تخترق السمول انتستين وتمشي لحد ما تروح في الليفر، وتقوم عامله لي الادلت هناك. طب نتكلم بالتفصيل، او الادلت فاوند ان البايل داكت بتاع الليفر بتاع الفيش ايتنج مامس، هيحطوا بيضه، شكل البيضه ايه؟ شكل بيضه الاوبوسيركس هي شكل بيضه اللي هناخدها بعد كده الكولونيركس، لان اتنين عيله واحده، حلو، الفرق بس في الدايمتر بتاعه، بتبقى اوفل ويلوش براون زي ما انت شايف، وتبقى سيك شيل خلاص، وتحس لها شولدر، بص كده اوبركوليتد اهي صح، بس تحس ان الاوبركل عامل زي الاكتاف، يقول لك شولدر، يبقى عندها شولدر، والناحيه التانيه يبقى فيه نوب، يبقى في ناحيه اوبركوليت وفيها شولدر، والناحيه التانيه فيها نوب. ماتيور يعني جواها مراسيديم اهو، مراسيديم اهو، وبعد كده بيبقى سمول ان سايز، حجمها الطول يعني بتاعها من 26 ل 30 ايه مايكرو، حلو. اتفقنا ان اي حاجه سيكشيل ما بيحصل لهاش هاتش، ويجي القوقع اللي هي البيسينيا او البولنس ياكلها، وجواه جواه ايه تتحول لمراسيديوم، مراسيديوم تتحول لسبوروسيست، وبعد كده الدوتر سبوروسيست ما فيش ريديا، وبعد كده من الدوتر سبوروسيست تطلع سيركاريا، نوع السيركاريا هنا لوفو سيركاس سيركاريا، بس يبقى فيها بيجمنتد اي سبوت، فيها كده حاجه زي العينتين كده ولونهم مسبوغ، فقول عليهم بيجمنتد اي سبوت. السنول بولني بيريود الفتره اللي بيقعد فيها من اول ما يخش ويتاكل البيضه لحد ما تطلع المراسيديوم بتبقى تقريبا شهرين، بس تبع التمبريتشر بتاعنا برضو على حسب الاوبتيمم تمبريتشر. السيركاريا هتخترق الفيش تشو، وخصوصا البربس بربس اللي هو احنا سميناها سمك البربون، يبقى الانفكشن لما اكل السمك ده، وفي الانسيستد ميتا سيركاريا، في السمول انتستين هتعمل اكزيستيشن، والجوفونايل ويرم تخترق الميوكوزا والبودي كافيتي وتروح للبايل داكت. البريبيتنت بيرد بتاعته من 3 ل 4 اسابيع. طيب ايه بقى المشاكل اللي بيعملها لي؟ في القطط ماشي، لا ساعات بيبقى اسيبتوماتيك، ده في القطط، حلو كلام، اسيبتوماتيك يعني ممكن ما ظهرش عليه اعراض قوي،
يا كريحة تفاني اللي هو الزينوتيك، يعني ممكن يجي في القطط وممكن يجي في ايه، في الانسان، في الهيومن. اللي يعمل ايه؟ قال لك والله ممكن يعمل لو في حالة المايلد انفكشن شوية ابدومينال بين وضيعين، يعني لو اصابات خفيفة كده، عدد الميتاسيركاليا اللي داخلة قليلة، ممكن وجع في بطني وشوية اسهال اكنه دور في معدتي وخلاص وانتهينا. طب لو الهيفي انفستيشن، لا هتعمل حاجة كبيرة، هتقعد فترة طويلة، اولا هتعمل لي انفلاميشن وفيبروزس في البايل داكت، خلاص. طب والبايل داكت ده جزء من الليفر، يبقى تعمل لي هيباتو ميجالي والتهاب في الحوصله الصفراويه في المراره ورايا كولنجايتس، وكمان المجرى بتاعه اللي هو القناه المراريه. حلو كلام. وممكن تطلب بكانسر، اقول عليها كولنجايتو كولنجيو كارسينوما. كارسينوما ده اللي هو الكانسر، اللي هي الاورام تيومر، خلاص. ممكن تقلب بكده في الاخر، يعني تخيل دوده تعمل لي كانسر فين؟ في البايل داكت، يبقى دوده خطيره. ماشي. الابيدميولوجي بتاعها، الاج بتاعتها ممكن اشوفها في الاستول بتاع الايجيبشن، يعني في ابحاث كتير شافت الاج بتاعتها في الاستول بتاعت الايه، الايجيبشن فاميليز، العائلات مين؟ المصريه. الانفكشن سواء في الكات او الهيومن في الايجيبت بيبقى عاده جاي من السمك اللي احنا بنستورده من بره، يبقى معظم السمك المعدي السمك المستورد اللي هو بقى جاي من البحر ده وفي تلج وجاي من بعيد، ده مستورد مش السمك المحلي اللي موجود عندنا. طب اعمل دايجنوزيس ازاي؟ ابص على البيضه اللي احنا بنشوفها موجوده في الفيسز، ديتكشن للبيضه اللي احنا قلناها لا شولدر ولا نوب ومطير والكلام ده، بس البيضه دي قريبه جدا 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 لبيضه الهيتروفيس، هيتروفيس اللي هي جوجه الفسيخ، فلازم تفرق ما بينهم، تفرق ما بين الهيتروفيس وبتاعه الاوبي سيركس، دي لها شولدر التانية ما كانش عندها شولدر. طيب اعالج ازاي؟ تريتمنت وكنترول. قال لك والله تريتمنت في ده اسمه برازيكوانتال، بدي 30 مللي جرام لكل كيلو، لا اما بالبق لا اما تحت الجلد، ايه يوميا، خلاص ده الدراج اوف تشويس وخصوصا في الكات. طيب عشان اعمل كنترول، هي السيستم ده السيركيلا موجوده فين؟ في الفيش ماسل، يبقى ما اكلش الانكوكد فيش وخصوصا في الانديميك ريجون، في الحتت اللي منبوءه فيها كتير، خلاص. او اسخن الفيش عن درجه حراره 60، يعني اقليه او اشويه بحيث ان الميتا سيركاليا تموت. حلو كلام. يبقى ده تريتمنت وده مين؟ الكنترول. نخش في الدوده الثانيه في نفس العيله اللي هي اختها، اسمها كولينيركس. الثانيه كانت اوبوسيركس، دي كولينيركس. ساعات بيسموها كولينيركس سينينسيس، وساعات عشان اسم العيله ممكن يسموها اوبوسيركس سينينسيس. يبقى في ناس بتسميها كولونيركس وناس بتسميها اوبوسيركس، يبقى التانية اوبوسيركس فيلاينس، دي اوبوسيركس سينينسيس او كولونيركس سينينسيس. احنا عشان نفرق بنسمي الاولانية اوبوسيركس ودي كولونيركس. دي بيقول عليها اورينتال او تشاينيز ليفر فلوك. ليه تشاينيز؟ لانها بتيجي في الفيش ايتنج مامالز، بس بتيجي في ناحية التشاينيز اكتر، يعني في ناحية الصين اكتر. حلو كلام. في السمك موجود في الصين اكتر، في الفيش ايتنج مامالز زي التانية بالظبط، والكات والدوج والبيج والمان. طب القوقع البيثانيا ليشي زي التانية بالظبط، او الميلانيا او الفيفي بار. طيب مين السكند انترميديت هوست؟ ما دام فيش ايتنج مالز يبقى فيش. بقول لك من عيله السبرينيدي. ايه السبرينيدي ده؟ اللي هو عيله المبروك. في سمك كبير كده اسمه سمك المبروك اللي هو الكراب، كارب مش الكراب، الكراب ده اللي هي ال الكابوريا، لا دي كارب، قول عليها سمك المبروك كارب. حلو كلام. طيب مكانها فين؟ زي التانية بالظبط، في البايل داكت واحيانا في البنكرياتيك داكت، وممكن في حالة الكولونيركس دي الاقيها في الديودرم. فين؟ في الانسان او الفاينل هوست، ممكن الاقيها في الديودرم، لكن هي اساسا بتبقى موجودة فين؟ في البايل داكت. طيب الشكل بتاعها زي ما انت شايف كده، الماكروسكوبيك الشيب بتبقى لانسيت في الشيب، يعني مدببة اتنويتد من انتريور، بس البوستيريور تقريبا بيبقى راوندد، ماشي، راوندد بوستيريور. طيب السايز بتاعها اكبر شويه، دي حد 25 مللي. حلو كلام. من 10 ل 25 مللي، وعرضها من 3 ل 5 مللي، لونها ريدش زي اختها. الكيوتيكل بتاعتها بتبقى سموس. فين الاورا سكر؟ اهو سراوند الاورا الاوبري. فين الفنتر سكر؟ اهو ماشي، والاثنين بيبقى تقريبا قد بعض، الاثنين بيبقى سلايتلي ماشي ايكوال، الاثنين بيبقوا سلايتلي ايكوال. وفي ابحاث تانية بتقول ان هو ده هو بيبقى لارجر ذان، يعني سلايتلي لارجر شويه، يعني الاورال اكبر سنه من الفنترال. يبقى لا اما تقول لي سلايتلي ايكوال، لا اما اقول الاورال سلايتلي لارجر ذان فنترال ساكر، لارجر حاجه كده يعني كبيره سنه، لان ده اليوترس جاي عليه فمش باين، ده الفنترال وده مين؟ وده الاورال. فاحنا نوحد كلامنا ونقول ان الاورال سلايتلي لارجر ذان
الفنتر سكر لانه مش باين قوي لان اليوترس جاي عليه. حلو. طيب بالنسبه برضو لليوترس لما نيجي ناخد في الجونادز، الاسوفاجس بص لي كده، الاسوفاجس بتاعه لونج والفرنكس بتاعه بارشل، الحته الصغيره اللي فوق دي ده الاسوفاجس وده مين الفرنكس. طب الانتستان سيكا اهي سيمبل ووصل لحد مين النهايه، سيمبل وصل لحد النهايه. طب الجونادز اللي هم التستس والاوفري واليوترس والفيتيلاينج جلاند، فين التستس الاثنين دول؟ بنقول عليهم مارش برانشيد او هايلي برانشيد، وضعهم بالنسبه للطلطان ادي واحده وادي واحده، وضعهم بالنسبه للاوفري الاوفري اهو بوستيريور، وضعهم بالنسبه للجسم في البوستيريور اند. طب فين الاوفري اهو واحد، حلو كلام. طيب وضعه ماشي بالنسبه للتستس انتيريور وهو شكله راوند. طب هو موجود فين؟ تقريبا في نص الدوده، في الميدل اوف ذا ويرم، في الميدل اوف ذا ويرم. طب فين اليوترس؟ كل السواد ده يوترس لحد ما وصل للفنترال سكر، اقول عليه كونفوليوتد تيوبيول فيلد ويز ايج رانز انتيريور اتاتشد بتوين الاوفري لحد الكومونجيتال بول وتش اوبن جاست اباف فنترال سكر. طب فين الفيتيلاين جلاند؟ اللي هي دي فاين ماشي، بس واخده الميدل ثيرد برضه واخده الميدل ثيرد. طيب اللايف سايكل بتاعتها تقريبا قريبه جدا لللايف سايكل بتاعت اوبوسيركس اختها، بس هنا فيه ريديا، هناك ما فيش ريديا، هنا فيه ريديا. دول فيش ايتنج مامالز، جوه الليفر بتاعها هنلاقي الكولونيركس هتنزل البيضه، اختها بتبقى مطيور نفس الشكل هناخدها بس الاختلاف في الحجم شويه، هتخش جوه القوقع خلاص هو الفيرست انترميديت هوست، فجواه هتتحول لمين؟ لمراسيديم، وبعد كده سبوروسيست، وبعد كده ريديا، ريديا هنا سيركاريا، وبعد كده تطلع السيركاريا تخش في سمك المبروك بتعمل انسيستد مدى السيركاريا يجي ياكلها الانسان او اي فيش ايتنج مامالز ما هوش طبخها بالحراره فتجلوتود. طيب او الادلت موجوده في البايل داكت والليفر بتاع الفيش ايتنج مامالز زي الاوبوسيركس بالظبط، نفسها اوفال ويروش وسيكشل ولها برومننت شولدر ولها نوب وماتيور ايج، بس هي سمول شويه من 35 ايه من 6 من 27 ل 35 يعني تقريبا برضو في نفس الحدود خلاص. وبدل هي سيكول يبقى مش هيحصل لها هاتش وهيحصل لها انجيشن بالفيرست انترميديت هوست اللي هو القوقع اللي هو البيثينيا او الميلانيا او الفي في بار، وبعد كده المراسيديم جواها هيطلع ويكون سبورسيست، وهنا بيكون ريديا، هنا بيكون ريديا، وبعد كده بيطلع سيركاريا اللي هي النوع لوفو سيركس سيركاريا وبرضه بالبيجمنتد اي، ونفس الحكايه بتاخد في الاثنين من 2 مانس خلاص وبتعمل بنتريشن والانجيشن بناكل الفيش بالانسيستد ميتا سيركاريا، ونفس الحكايه السيستم بس كده حصل لها اكزيستيشن وتطلع الجوفونايل ويرم ماشي 1-2 مليمتر تقريبا، تعمل بنتريشن الانتستاينال ميوكوزا وتمشي لحد ما توصل البايل داكت اللي هو السايد بتاعها المكان بتاعها، والبريبيتنت بيريود من 16 ل 30 يوم. طيب بتعمل لي ايه بقى الكولينيركس؟ زي التانية بالظبط زي الاوبوسيركس، نفس الاوبوسيركس في الكات بس بتاعت الصين لانها في الشاينيز بتبقى اسيبتوماتيك، و في الهيومن نفس الاوبي سيركس بالظبط، عشان كده احنا جايبين نفس شريحه الاوبي سيركس. حلو كلام. والابيديميولوجي والتريتمنت والكنتور هو الاوبي سيركس لان اختها ونفس العيله. طيب نيجي للعيله الثانيه اللي اسمها باراجونيمس، اسمها ايه تاني؟ باراجونيمس او بنسميها لانج فلوكس. لانج فلوكس بتيجي في اللانج، يبقى الترماتودا اللي بتيجي في اللانج، عشان كده لما بعمل اشعه في اللانج بلاقي سيست لانها بتبقى موجوده في السيست كافيتي بتاع اللانج، اهو سيست كده جوه السيست كافيتي بتاع اللانج، والبيض برضو بيبقى موجود في السيست لانج وبقى قريب جدا 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 للتيوبر كلوز اللي هو السل، فلازم تفرقوا بينه وبين السل، يعني ممكن الناس تشوفه تعمل ميس دايجنوزز وتفكره سل رغم انه هو حاجه تبع البارازايت مش تبع البكتيريا، لان التيوبر كلوزز دي بكتيريا. طيب من حيث الشكل هي الباراجونوميدي بيبقى كله فلات زي ما انت شايف كده، واوفل اوفل وفلات، اهم واحده فيها اسمها باراجونيمس ويسترماني، باراجونيمس ويسترماني اهم واحده في اللي هنشرحها اللي اسمها باراجونيمس ويسترماني. الكومون نيم بتاع بقول عليها لانج فلوكس، يعني الترماتودا بتيجي فين؟ في اللانج. حلو. الفاينل هوست جايه في وايد رينج قوي من الفاينل هوست، بتيجي في الكات والدوج والفوكس والبيج والجوت والكاتل وكمان معاهم الانسان، يعني ممكن الانسان كمان يتصاب بيها. بتجي للناس اللي بتاكل كراستيشيا، ايه الكراستيشيا دي؟ اللي هي القشريات، هي الكابوريا والجمبري والكراي فيش، دول كلهم اسمهم كراستيشيا. طب الانترميديت هوست الفيرست قوقع،
يبقى ميلانيا او امبيولاريا، ميلانيا او امبيولاريا. والسكند هي الكراستيشيا، القشريات اللي هي زي الكراب والكراي فيش والجمبري اللي هو الشريمب والحاجات دي كلها بت ايه بتنقل. الادلت موجود فين؟ احنا اتفقنا في اللانج. فين في اللانج؟ في السيستيك كافيتي. يبقى في السيستيك كافيتي بتاعت اللانج، وهي عشان في كافيتي بتبقى متحوصله ممكن تعيش لحد 20 سنه، 20 سنه، وبتعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري مانيفيستيشن، بتعمل اعراض تنفسيه وبتقلل الاكسجين اللي داخل للجسم، ممكن تعمل لك مشاكل جدا في الرئه. طيب ايه الشكل بتاعها؟ الشيب اقول عليها اوفال، انت شايف ده اوفال. الساس بتاعها من 8 ل 20 مللي، يعني ممكن توصل لحد 2 سنتي، حاجه كبيره. لونها براونش، ريتش براون زي ما انت شايف، بني، وتحس هو محمر شويه، او ساعات بتبقى ترانسليوس، هتبقى شفاف، يبقى ريتش براون او ترانسليوس. طيب نيجي بعد كده للمورفولوجي تحت الميكروسكوب، اللي نقول عليها مايكروسكوب اكيوتيكال سموث. طيب الاورجانو اتاتشمنت عندنا اورال وعندنا فينترال سكر، هذا الاورال وهذا الفنت. فين الاورال؟ اهو سراوند الاورال اوبني. فين الفنترال سكر؟ اهو سلايتلي. فين؟ في الميدل بالظبط، يعني تحس هو في نص الدوده بالظبط. خلاص الاورال والفنترال نقول ممكن نقول نيرلي ايكوال ان ديامتر، نيرلي، مع ان شكل الاورال اكبر شويه، بس هنقول نيرلي ايكوال ان ايه ان ديامتر، هنوحى الكلام. طيب نيجي للميكروسكوبيك اكزامينيشن. انا عندي في الميكروسكوب اكزامينيشن في الدايجستيف سيستم، في اوسوفاجاس، فارنكس، انتستينال سيكا. في الاوسوفاجاس اهو شورت. طب فين الفارنكس؟ كومبليتلي سراوند عشان هو شورت. طب فين انتستينال سيكا؟ اهي سيمبل، وصل لحد النهايه، سيمبل وصل لحد البستيريور اند اوف ذا وير. طيب نيجي للجوناتس اللي هم التستس والاوفري واليوترس والفيتال لانجلان. فين التستس؟ الاثنين دهم، الاثنين دهم، بيبقى لوبت اتنين ولوب، ادي واحده وادي واحده، وضعهم بالنسبه لبعض هوريزونتال. وضعهم بالنسبه للاوفري اللي هو ده اهو اللي جنب اللي جنب الفنترال سكر بيبقى بوستيريور. طب وضعهم بالنسبه للدوده في البوستيريور هاف. طب فين الاوفري؟ ده ده الاوفري. خلاص وضعه بالنسبه اللي هو عدده واحد طبعا، وبعد كده وضعه بالنسبه للتستيس فوق، وضعه بالنسبه للدوده تقريبا في النص. حلو كلام. طيب وضعه بالنسبه للاوف هو جنب تقريبا الفنتر سكر، يعني جنبه او تحته، نقول عليه على الليفت سايد. ليه؟ لان في الرايت سايد هنشوف اليوترس، يبقى هو في الليفت سايد، وفي الرايت سايد هنشوف مين؟ اليوترس. فين اليوترس؟ اهو كونفلوتد تيبيول فيلد ويز ايج، موجوده على الرايت سايد بتاع الفنتر سكر، على الرايت سايد بتاع الفنتر سكر، اوبوزيت تو اوفري. يبقى ده الفنتر سكر، ناحيه الشمال في اوفري، ناحيه اليمين في يوترس، وماشي لحد ما يفتح في الكومون جينيتال بور. طب فين الفيتالين جلاند؟ على الجناب. خلاص اوكيوباي ذا هول لاترال فيلد اوف ايه؟ اوف ذا ويل. اوكيوباي ذا هول لاترال فيلد اوف ذا ويل. طب اللايف سايكل ماشيه ازاي؟ الادلت موجوده في اللنج، حلو كلام. الفي الاج بقى يا اما هتتبلع، ماشي، هي موجوده في المخاط، هتنزل في الميوكس، لما تنزل مع المخاط، لما احنا عارفين المخاط البق والانف متصلين بالبلعوم بالفارنكس، ممكن تتبلع وتنزل تحت هنا وتنزل في الفيسس، يعني ممكن الاقيها في المخاط وممكن الاقيها فين؟ في الفيس. اما هتطلع بره الجسم هتقعد شويه لحد ما تبقى امبريونيتد ماتيور يعني، وبعد كده تفقس وتطلع لنا المراسيديم، وبعد كده المراسيديم جوه القوقع يعمل لنا سبوروسيست، ريديا، سيركاريا، والسيركاريا تطلع زي الشاطر تقوم عامله انسيستيشن في الك في الكراستيشيا. يجي الناس بتاكل كراستيشيا تاكلها زي الانسان، تدخل تعمل ايه؟ تنزل في السمول انتستين، تخرمها، بعد كده تخرم الديافرام، وبعد كده تخش في الثوراسيك كافيتي، وتقوم خاشه على اللنج، وتقوم رايحه في السيستيك كافيتي وعامله السيست بتاعتها. اهو الادلت موجوده فين؟ في السيستيك كافيتي بتاعت اللنج، بتاع مين؟ الدوجو والكات والفوكس والبيجز والجوت، الحاجات احنا، وكمان معاهم الانسان. البيضه زي ما انت شايف اوفال ولونها يلوش براون، بس لو بصيت تلاقي فيها نقط، يبقى دي اماتيور اوبركوليتد في جنب ولها نوب في جنب تاني. خلاص هي بقول لك سمول سايز، بس ممكن توصل لحد 118 مايكرو، لا اما تنزل هي موجوده في السيستيك كافيتي، لا اما تنزل في السبيوتوم، لا اما تنزل فين؟ في الفيسز، لو انا عملت لها سولوينج للسبيوتوم. في ناس ممكن تبلع السبيوتوم جوه من جوه جوه يعني، ماشي. وبعد كده المراسيديوم بيحصل له هاتش، ويطلع المراسيديوم بيحصل هاتش من البيضه ويطلع يدور على القوقع، هيقوم باخترق القوقع بتاعه اللي هو الفيرستي انترميديت هوست، يعمل جواه سبوروسيست، ريديا، سيركاريا. نوع السيركاريا هنا بقى مايكرو سيركاس سيركاريا، اسمها ايه تاني؟ مايكرو سيركاس سيركاريا. الله، مايكرو سيركاس سيركاريا سمعتها فين قبل كده؟ في الفاشيولوبسيس بوسكي، كانت بتعمل نفس النوع من الايه؟ من السيركاريا.
المهم السركاريا هتعمل بيتيشن للكراب والكرايفيش والشريمب الجمبري لحد ما تدخل في الدش بتاعه وتعمل انسيستد ميتا سركاريا. الناس بقى اللي هتعمل انجيشن هتاكل الكراب والكرايفيش ده اللي في الانسيستد ميتا سركاريا، هتقوم طالعه الانسيستيشن وعامله السيست داخله الجوفنايل ويرم، خرمه الميوكوزا بتاعت الانتستين داخله على البودي كافيتي، هي كده موجوده في البودي كافيتي بتاع الابدومين، هتقوم خرمه الدايفرام وراحه على الشيست كافيتي واصله للانج وراحه على السيست كافيتي اللي جوه اللانج وتقوم عامله القطر، ممكن تقعد لحد 20 سنة. البريبيتنت بيريود ده ممكن من 5 لـ 6 ايه ويكس، من 5 لـ 6 ويكس. طب الناس اللي عندهم باراجونيماس ده احنا اتفقنا بتيجي الانسان بيحسوا بايه، عندهم ايه، في مشكله في اللانج ولا ايه؟ قال لك والله الادلت فلوك بتبقى موجوده في اللانج بارينكايما، خلاص في جوه الالفيولاي بتاعت اللانج، ان بيرز في ازواج، يعني اتنينات كده جوه سيست، اتنينات جوه سيست، فبالتالي تعمل التهاب في اللانج، قال عليه نمونيا وهيموريدج، لان الالفيولاي بقى حواليها بلاد كابيلاريز كتير عشان الاكسجينيشن بتاع البلاد ماشي، فبالتالي بتعمل فيها هيموريدج خلاص. ممكن تعمل سيست مليانه ميه وممكن ما تبقاش ميه، تبقى ايه باس او عليها ابسس، ابسس في الكيفيتي في البرونكاي داخل البرونكاي. الايدج بقى بتتلف حوالين بعض وبتعمل جرينوم التستيشو حواليها، تحس ان هي عامله زي درنات زي مرض التيوبر كلوزيس اللي هو مرض الدرن، تسمعوا عن مرض السل اسمه بالانجليزي تيوبر كلوزيس، فعشان كده بقول لك سراوندد باي ايج تيوبر كيلز، تيوبركلز يعني زي درنات، فعشان كده بيتشابه مع التيوبركلوزس اللي هو مرض السل، بس مرض السل ده يا ولاد اللي بيسببه بكتيريا اسمها مايكوبكتيريام تيوبركلوزس. حلو الكلام. طيب اللهم افرق بينهم ازاي؟ لازم افرق بينهم عشان ده ليه دواء وده ليه دواء. الباراجونيماس وسترماني لما اخد هيستوباثولوجي زي بتوع الباثولوجي كده شريحه بشوف كارديوموتس رياكشن، بس بشوف حواليه الخلايا المناعيه اللي بتهاجم الطفيل مش اللي بتهاجم البكتيريا، لان التيوبركلوز دي بكتيريا لكن دي الخلايا المناعيه اللي بتهاجم الطفيل زي الابيسوليويد سيل الايزينوفيل البلازما سيل والليمفوسايت بقى، وكله حوالينه حوالين ده كله الفايبرو بلاست اللي هتعمل فايبروز عشان تعمل السيست، يبقى دي خلايا بتهاجم الطفيل، يبقى انا افهم ان اللي موجود هنا طفيل مش بكتيريا، يبقى ده باراجونيماس ويستر ماني. حلو اهو بص لي كده، ده الايدج اهو ماشي حواليه الجرانيومس تشتشو، شايفين النقط الحمراء دي، دي الخلايا المناعيه زي الايزينو فيل، يبقى بتيجي فين؟ في اللانج. طب اللهم اشخصها ازاي؟ قال لك والله انا بعمل اكس راي اشعه اكس على الصدر عشان اشوف السيست ماشي اللي موجوده، او اخد هيستوباثولوجي، في ناس بتجيب هيستوباثولوجي او بايوبسي جزء كذا منزع، اخد عينه من النسيج الحي وابص عليها، او اشوف الايدج اللي موجوده في البراز، يبقى ده كلها بعمل منها دايجنوزيس. هنخش اخر عيله في محاضره النهارده اللي اسمها البروسوجونيميدي، اسمها ايه تاني؟ بروسوجونيميدي او بسميها جينيتال فلوك. جينيتال ليه؟ هي بتيجي في الجينيتال تراكت، هي بتيجي في الفراخ يا اولاد بتيور، يعني بتيجي في الاوفي داكت بتاعت الفرخ الفيميل، الاوفي داكت، الاوفي داكت ده اللي هي القناه اللي بتنزل البيضه، حلو، وممكن تيجي في الركتم بتاعها، بس هي بتيجي في الاوفي داكت عشان كده سموها جينيتال كانال. حلو كلام، او جينيتال فلوك. يبقى هي ده الشكل بتاعها، بتبقى سمول بير شيب، بتبقى فلات وشبه الكمتريه، مدببه من فوق وعريضه او مدوره منين؟ من تحت. اهم واحده في العيله دي اسمها بروسوجونيماس بيليوسيداس، اسمها ايه تاني؟ بروسوجونيماس بيليوسيداس، عيلة البروسوجونيميدي، بروسوجونيماس بيليوسيداس ده الاسم، والكومون نيم بتاعها جينيتال فلوك. هي بتيجي في الطيور زي مين؟ زي الفاول اللي هي الفراخ والضق والاذر وايلد بيرد. طب الانترميديت هوست اتنين، مين الاتنين دول؟ اول واحد اتفقنا لازم يكون قوقع بسينيا ليشي موجود والاميني كولا، ودول فريش ووتر اثنين. طب السكند انترميديت هوست النيمفا ستيج اوف دراجون فلاي، هو مين الدراجون فلاي؟ دي حشره نشوف دلوقتي شبه الدبور، بتبقى حشره كده طويله ولها 4 اجنحه، ده الادلت وهي لسه صغيره بتبقى حاجه اسمها نيمف بنسميها حريه، لان في دوره حياتها هناخدها في الحشرات الترم الجاي ان شاء الله، بتبقى بيضه، البيضه تطلع حاجه لارفا صغيره زيها بس شكلها مختلف سنه، وبعد كده نيمف زي ما نشوف في اللايف سايكل دلوقتي في الصور، وبعد كده تقوم عامله الادلت، يبقى هي موجوده في النيمف بحيث لما تتحول لادلت، حلو كلام، خلاص تبقى معديه، تقوم الفراخ او الطيور عموما تاكل الدراجون فلاي اللي هوريك شكلها بعد كده، فتقوم عامله الاصابه. طب هي موجوده فين في الفاول؟ السايد بتاعها موجود فين؟ قال لك السايد ده الادلت بتبقى موجوده لا اما في البرسا فيبريشيا دي من تحت بقى، لا اما في الاوفي داكت اهي عشان سميتها الجينيتال سكر، لا اما في الكلواقه لان كلهم مع بعض، ايه الكلواقه دي؟ فتحه المجمع، فتحه دي جامعه ما بين الاوفي داكت بتنزل بيض وما بين
الفيسز اللي هي الانس، فتحه الانس اللي بتنزل فيسز، او ممكن الاقيها في البوستيرور انتستين، في الانتستين اللي تحت، حلو كلام، في الجزء الاخير من الانتستين. يبقى دي الاماكن اللي موجود فيها، عشان كده سميتها جينيتال سكر، بتبقى موجوده في الفراخ. طب من حيث الوصف او صفه، زي ما اتفقت ان هي بير شيب، اتنويتد انتيريور وراوندد بوستيريور، حلو كلام. طب السايز بتاعها من 8 ل 9 ملم، حجمها صغير لان الفرخه اكيد حجمها صغير. الكرة بتاعها ريدش براون او ترانسليوسنت. طيب الكيوتيكل بتاعتها سموث. الاورال سكر فين؟ اهو سراوند اورال اوبن. الفنتر سكر فين؟ اهو الفنتر سكر زي ما انت شايف كده، لارجر ذان اورال سكر، مش عايزه ايه، مش عايزه كلام، واضحه جدا فين في الصوره. طب فين الاسوفاجس؟ اهو لونج من هنا لهنا. طب فين الفركس؟ الجزء الاحمر ده بارشلي سراوندنج. طب فين الانتستين سيكا؟ الجزء الاسود ده سيمبل واصل لحد النهايه، سيمبل واصل لحد النهايه، بوستيريور اند اوف ايه، اوف ذا بودي. فين التستس؟ شايف الاثنين الحمر دول؟ دول التستس، هما اتنين وضعهم ايه، هما تحس هما سموس بس تحس هما بطاطين شويه، يعني مش دايره دايره قوي بالبركه، فنقول عليها ايه، الريجولار سموس، نقول عليها ايه، الريجولار سموس، وضعهم بالنسبه لبعض هوريزونتال، هما تقريبا موجودين في الميدل بتاع الدود. طب وضعهم بالنسبه للاوفري، الاوفري اهو يبقى بوستيريور للاوفر، تحت الاوفري في سنه، يبقى وضعهم بالنسبه للاوفري بوستيريور للاوفر. فين الاوفري؟ اهو واحد برضه، وسمول ولوب، تحسهم فصل شويه. وضع بالنسبه للتستس انتيريو برضه هما تقريبا في الميدل، حلو كلام، في الميد لاين. طيب فين اليوترس؟ الجزء ده كله نقول عليه كونفوليوتد تبيول فيلد ويز ايج اتاتشد بتوين الاوفري لحد كومون جينيتال بور. طب فين الفيتلاين جلاند؟ النقط اللي على الجناب دي كورس، وموجوده يقول لك من الليفل بتاع الفنترال سكر للليفل بتاع التستس، من الليفل بتاع الفنتر سكر اهو للليفل بتاع مين، التستس، نقول عليه، نقول عليه فيتلاين جلاند، نقول عليه فيتلاين جلاند. طب اللايف سايكل بقى ازاي؟ ركز معايا. الادلت هتبقى موجوده في الجيتال تراكت بتاعت الفرخه اللي احنا اتفقنا، هتنزل بيضه، البيضه هياكلها مين؟ القوقع، لانها سيكشل وبتبقى ماتيور. جوه القوقع هيكون الستيجز بتاعه لحد ما يطلع السركاريا. السركاريا بقى بتقوم داخله جوه النيمف ستيج اوف دراجون فلاي. شوف شكله عامل ازاي، شبه الصرصار سيكا، لكن تيجي تبص ده بقى الدراجون فلاي اللي هو الحشره الناس كلها بتشوفها على الاسطح، تبقى حشره عاديه ولها اربع اجنحه، ده اسمه دراجون فلاي، احنا بنسميه بالبلدي كده دبور، يقول لك دبور، ده اسمه دراجون فلاي. جواها تتكون انسيستد ميتا سيركاريا، تقوم الادلت تيجي واكلها، بتحب تاكل الصراصير والحاجات اللي بتطير قدامها دي، تقوم جايه واكلها، تقوم متصابه بالانسيستد ميتا ايه، سيركاريا. طب نقولها بالتفصيل، الادلت موجوده في البيرس اوف فايبريشيا، ده السايت اهو، او الاوفيدكت او الكلواقه او البوستيرو انتستين بتاع مين؟ بتاع الفاول والدكس والاذر وايلد بيرد. هتنزل بيضه زي ما انت شايف كده، البيضه بتبقى اوفال وبراونش وثين شيل وام ايه، وام ماتيور جواها يوكسل، والايج هيحصل له هاتش ويطلع مين؟ مراسيديوم. المراسيديوم يخش جوه القوقع، وبعدين جوه القوقع يعمل ايه؟ يطلع سبوروسيست، دوتر سبوروسيست، لان دي من الناس اللي ما عندهاش ريديا، وبعد كده تطلع سيركاريا. السيركاريا فيها بورنج ستايلت، فيها سنايه كده يعني شوكه، فبقول عليها زيفيدو سيركا السيركاريا، اقول عليها تاني زيفيدو سيركا السيركاريا. سمعتها فين قبل كده؟ سمعناها في الدايكروسيليوم والاريتريما، راجع معلوماتك وجمع الحاجات اللي شبه بعض مع بعض. السيركاريا هتخترق، هتعمل بنتريشن للاينا الاوبننج بتاع النمفل ايه، ستيج اوف دراجون، عارفين اللي كانت شبه الصرصار سيكا دي، هتقوم خرمها من الاينا الاوبننج وداخله جوه وعامله انسيستيشن لحد ما تبقى اضل. يبقى لما تيجي انجيشن للنمفال ستيج بتاعت الدراجون فلاي، ال بتاع الفرخه او البيرد ياكلها، فهتبقى عامله انسيستيشن، حلو كلام، وتوصل للجوفينايل ويرم، وبعد كده تقعد تخترق في الانترنال اورجان لحد ما توصل للسايت بتاعها اللي هو البيرسا اوف فايبريشيا او الاوفيدكت او القلواقه او البوستيريور بتاع الانتست. طيب مشكلتها ايه؟ يعني هتعمل لي ايه في الفرخه يعني لو جت؟ هتعمل ايه يعني؟ قال لك بتعمل انفلاميشن في كل الاماكن اللي موجوده فيها. الاماكن دي موجوده في فراغ الجسم، فقال عليها بروتونايتس، بنعمل التهاب في غشاء البروتون، او ممكن التهاب في الاوفيداك لانها موجوده في الاوفيداك. طب وايه يعني لما تلتهب في الاوفيداك؟ ده المكان حضرتك اللي بيكون فيه البيضه، فبتبقى تطلع اب نورمال ايج، لما التهبت يبقى اب نورمال ايج، او بروكن ايج. يعني ايه بروكن ايج؟ يعني بتتكسر والالبيومين بينزل من فتحه الانس بتاعتها، فتحه الكلواقه، فبقول عليها ديستشارج اوف البيومين، بينزل كده بيسقط، تحس ان في ماده بيضة كده ميلكي فلويد ديستشارج من الاينا الايه اوبننج او من الكلواق، وبالتالي عدد البيض اللي هيجي قليل، هيبقى ديكريز في الايج برودكشن، لان البيض معظمه اتكسر او باظ، حلو كلام. طيب
اعملها دايجنوزيس ازاي؟ والله من الكاركترستيك اكس اللي احنا شفناها، او من الاعراض الكلينيكال سيبتومز اللي احنا قلت لك عليها، او ممكن الفراخ عاده في اعداد منها بتموت، فبعد الفراخ بالذات لان الفراخ بتبقى كتير بياخدوا شويه ويودوهم المعمل يعملهم بوست مورتم. بوست مورتم يعني يفتحوا الفرخه يشوف ايه اللي حصل فيها، ايه اللي احمر، البتيكال هيموريدج فين، مين اللي حصل له انلارجمنت، عشان يقدروا يشخصوا المرض. فبقول لك هيبقى في انفلاميشن في البيرس اوف فيبريشيا والاوف داكت والكلواك والبستيريور انتست، هي الاماكن السايتس اللي يبقى موجود فيها القطر. ودي بعض الريفرنس اللي احنا استخدمناها في المحاضره. وفي النهايه بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.